الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك فيه. Alhamdulillah, today we are gathered here in Tarim, Hadramaut in the Yemen, and doing your Qurban and your Udhiyah with Rafa International. Alhamdulillah, they're doing an amazing job where they are doing the slaughter, they're preparing the meat, and thereafter they will be distributing the meat, inshallah, to the poor and needy of Yemen. So please continue to support Rafa International with your charity, with your sadaqat and your khairat. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your adahi, accept your sacrifices. Families are gathering, remembering Allah, and that His love is the greatest by far. All praise for you, Allah, all thanks to you. The joy of Eid comes only from بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وأنتم بخير ومن العائدين الفائزين ونتوجه بالشكر الجزيل لهؤلاء الداعمين ولهؤلاء الساعين الذين بذلوا أموالهم وبذلوا ما عندهم لأجل أن يقدموا أضاحي للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين وما أكثرهم في زماننا نوجه رسالة عجلة لكل هؤلاء الداعمين ولمن يجد في نفسه القدرة ولمن يجد في نفسه عنده البلغة وعنده القدرة المادية والحسية والمعنوية أن يقدم كل ما عنده لأجل دعم هؤلاء الفقراء وهؤلاء المعوزين الذين ربما لا يجدون اللحمة في مثل هذه الأيام المباركة أن يساهم مساهمة فاعلة في تقديم الأضاحي المباركة التي ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان